من جديد تعود الحياة إلى أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب. أما هذه الوجبات الثقافية الدسمة فيقدمها 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا من 53 دولة، وتحت عنوان على اسم مصر معا نقرأ نفكر ونبدع، افتتح رئيس الوزراء المصري النسخة 54 للمعرض. 54 دورة بنستشري فيها المستقبل في لحظة فارقة يمر بها العالم، لكن عندما يكون معرض القرار الدولي الكتاب متطورا، عندما يكون معرض القرار الدولي الكتاب مقدما كل جديد، فإن هذا ترسيخ للريادة الثقافية المصرية، باعتبار أن الريادة الثقافية المصرية قاطرة للثقافة العربية، ونحن نعتز بأن يكون شعار هذه الدورة على اسم مصر معا، أي جميعا تعالوا معنا نقرأ ونفكر ونبدع. ولأول مرة تشارك جمهوريتا المجر والدومينيكان، فيما استأنفت بعض الدول المشاركة مثل المغرب والكويت وغانا وإريتريا والهند، بعدما كانت قد توقفت بسبب جائحة كورونا، كما تحل المملكة الأردنية ضيف شرف لتلك الدورة. نتأمل أن يبقى هذا البعد في العلاقات بين دولتينا، بالتأكيد بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، والبعد القومي الذي يؤكد عليه صاحب الجلالة الهاشمية، مع فهمنا لصعوبة الإقليم الذي نعيش به، صعوبة الوضع، تحديات الوضع الاقتصادي، ومع كل هذا نحن نقدم قصة صمود استثنائية كما هي جمهورية مصر العربية، بالرغم من كل التحديات التي نواجهها، مصرين على بناء الإنسان، دعم الشباب والشابات. يستمر المعرض من 25 من يناير وحتى 6 من فبراير، ويشهد 500 فعالية ثقافية متنوعة، فيما تم اختيار المبدع الراحل صلاح جاهين كشخصية المعرض، ورائد أدب الأطفال كامل كيلاني كشخصية معرض الطفل. خلال 54 نسخة نجح معرض القاهرة الدولي للكتاب في أن يصير مهرجانا سنويا لعشاق القراءة، وأحد أبرز المناسبات الثقافية التي ينتظرها ملايين الزوار في مصر والشرق الأوسط. مينا حبيب، قناة الغد، القاهرة.